السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي الزبيدي يلتقي وزير الدفاع ويشدد على رفع اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية. إصابة 8 مدنيين بهجوم طائرة مسيرة حوثية غرب تعز، ودفاعات الجيش تسقط مسيرة أخرى شمال مأرب. منتخبنا الوطني للناشئين يفوز برباعية نظيفة على منتخب بنغلاديش ويتأهل لنهائيات كأس آسيا 2023. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس بن قاسم الزبيدي وزير الدفاع الفريق محسن الداعري وطلع الزبيدي من الفريق الداعري على مستجدات الأوضاع العسكرية في جبهات المواجهة مع ميليشيا الحوثي ومستوى الاستعداد القتالي لمواجهة اعتداءات الميليشيا الحوثية التي أعقبت انتهاء الهدنة الأممية. وشدد الزبيدي على أهمية رفع اليقظة العسكرية والرد بكل قوة وحزم على أي محاولة اعتداء على القوات العسكرية المرابطة في جميع الجبهات، والتنبه لأي محاولة تسلل أو توغل قد تقدم عليها عناصر الميليشيا الحوثية إلى مواقع التماس. وأكد الزبيدي على أهمية تكثيف برامج التدريب والتأهيل للقادة والأفراد وبما يمكنهم من مواكبة التطورات المتلاحقة في العلوم العسكرية، مبديا استعداد مجلس القيادة الرئاسي تقديم كل ما من شأنه أن يعزز أداء منتسبي القوات المسلحة وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع جميع المواقف بكفاءة واقتدار. ومن جانبه ثمن اللواء الداعري الفريق الداعري الدعم المتواصل لقيادة المؤسسة العسكرية وحرصه الدائم على حل أي إشكالية تعترض سير عملها، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة للرد على أي اعتداءات أو هجمات قد تشنها الميليشيا الحوثية وكبح جماحها ورغبتها المتعطشة للدماء. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة مع القائم بأعمال السفير الياباني لدى بلادنا كازو هيرو هيغاشي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. وفي اللقاء استعرض العرادة مستجدات الأوضاع على الساحة اليابانية في ظل رفض ميليشيات الحوثية الانقلابية الموافقة على مبادرة تمديد الهدنة الإنسانية والخيارات المتاحة أمام المجلس للتعامل مع تهديدات الميليشيات للشركات الأجنبية والمحلية العاملة في قطاعي الملاحة والنفط وأي تصعيد عسكري محتمل من الميليشيات. أكد العرادة على توافق مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي والحكومة اليمنية وجهودها المستمرة لإحلال السلام وتقديم التنازلات التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني على الرغم من تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها لكافة الدعوات المحلية والإقليمية والدولية من أجل الجنوح للسلام. وأشار العرادة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تصعيد الميليشيات الحوثية، كما أشاد بموقف حكومة اليابان في دعم قضايا الشعب اليمني وبدورها المأمول في المساهمة بعملية إعادة إعمار اليمن. من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الياباني التأكيد على دعم بلاده للمجلس الرئاسي وجهود إحلال السلام، مشيدا بموقف المجلس من تمديد الهدنة. وأبدى القائم بأعمال السفارة اليابانية استعداد حكومة بلاده لتقديم الدعم لبلادنا على مختلف المستويات وخاصة في الجانب الإنساني وتأهيل الكادر اليمني في مختلف المجالات الحيوية والخدمية، مشيرا إلى أن ميناء عدن سينال الحظ الأوفر من تلك المشاريع من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرع المحرمي التقى بالقائم بأعمال السفير الياباني لدى بلادنا كازو هيرو هيغاشي. وأطلع المحرمي القائم بأعمال السفير الياباني على الدور الإيجابي لقيادة المجلس الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي والحكومة اليمنية للتجاوب مع المجتمع الدولي بقبول الهدنة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ترفض كل الدعوات المحلية والإقليمية والدولية للتجاوب وقبول الهدنة. وقال المحرمي
نحن عشاق سلام ومع السلام ولن نسمح لجماعات ميليشاوية انقلابية أن تتحكم بمصير الشعب اليمني. وأضاف ندرك بأن الحوثي ليس له أي حاضنة في الجنوب وفي المحافظات الشمالية بحكم ويحكم بالنار والحديد، وأتوقع أن تثور تلك المحافظات قريبا ويسقط الحوثي من داخله. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالدعم الياباني للشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والموقف الواضح من جماعة الحوثي الانقلابية، متطلعا إلى تعزيز وتطوير العلاقة بين البلدين الصديقين لخدمة المصالح المشتركة، منوها بإمكانية أن تلعب اليابان دورا كبيرا ومميزا في إعادة إعمار اليمن. ومن جانبه أكد القائم بأعمال السفير الياباني دعم الحكومة اليابانية للمجلس الرئاسي وأحلال السلام، مشيدا بالموقف الرسمي للمجلس الرئاسي بقبول الهدنة، مبديا استعداد حكومة بلاده تقديم الدعم لبلادنا على مختلف المستويات وخاصة في الجانب الإنساني وتأهيل الكادر اليمني في مختلف المجالات الحيوية والخدمية، مشيرا إلى أن ميناء عدن سينال الحظ الأوفر من تلك المشاريع من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية عزين ومواساة بوفاة الإعلامي القدير جهاد لطفي جعفر أمان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل المتميز. أكد رئيس الوزراء في برقية عزين وجه إلى أبناء الفقيد وإخوانه وجميع أفراد أسرته أن الوسط الإعلامي خسر برحيله قامة إعلامية سامقة تركت بصماتها الواضحة في كل المؤسسات التي عمل فيها، لا سيما في العمل الإذاعي والتلفزيوني من خلال عمله في إذاعة وتلفزيون عدن، مروها بمناقب وصفات الفقيد وما اتسم به من أخلاق عالية أكسبته حبه واحترام جميع زملائه. وقدم رئيس الوزراء أصدق التعازي والمواساة إلى أبناء الفقيد وإخوانه وأسرته والوسط الإعلامي وإلى كافة زملائي ورفاقي ومحبي الفقيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه ورفاقه الصبر والسلوان. أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني واستنكر بأشد العبارات إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على استهداف سيارة تابعة لأحد المواطنين بقذيفتين أطلقتهما من طائرة مسيرة في منطقة شمير بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز، والذي أسفر عن إصابة 8 مدنيين بينهم طفل بعضهم في حالة خطرة. وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا، قال إن هذه الجريمة النكراء تأتي بعد ساعات من قيام ميليشيا الحوثي بقصف قرية حمرة بعزلة المجهشعة جنوب شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة بقذائف أطلقتها من طائرات مسيرة، والذي أسفر عن إصابة 6 مواطنين وترويع الأهالي من النساء والأطفال الذين عادوا مؤخرا لقراهم بعد سنوات قضوها في مخيمات النزوح. وأضاف الإرياني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تصعد استهداف المدنيين من الأطفال والنساء وقصف القرى الآهلة بالسكان بشكل ممنهج في محافظة تعز والحديدة والضالع ولحج منذ انتهاء الهدنة الأممية بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا المدنيين في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الجرائم النكراء التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية وأعمال القتل والاستهداف الممنهج للمدنيين وملاحقة محاسبة المسؤولين عنها من قيادات الميليشيا الإنقلابية في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. أعلن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول تدشين العمل بمشروع اعتماد نظام الأيباس الخاص بالعلامات التجارية ومشروع المعهد الصناعي والتجاري وإطلاق البوابة الإلكترونية. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير والزميل وضاح الشليلي. بدأت في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات اللقاء التشاوري الثاني التي تعقدها وزارة الصناعة والتجارة بين قيادات الوزارة ومدراء فروع مكاتبها في كافة المحافظات المحررة. تدشين مشروع اعتماد نظام الأيباس الخاصة بالعلامات التجارية وإطلاق البوابة الإلكترونية ومشروع إنشاء وتأسيس المعهد الصناعي والتجاري عناوين أعلنها وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول بحضور نائب الوزير سالم سلمان الوالي والوكيل علي عاطف الشرفي ومدراء الإدارة العامة في الوزارة. اليوم ندشين اللقاء التشاوري الثاني لمدراء مكاتب وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة لقيادة الوزارة والديوان العام
لدينا مجموعة من البرامج سنعرضها، لدينا يعني برامج والقطاعات التي ستحملها البوابة الإلكترونية. دشنا قبل يومين الموقع الإلكتروني للوزارة، واليوم نتكلم عن البوابة والسعي لتشبيك المكاتب مع الديوان العام للوزارة. مثل هذا اللقاء مهم، نحن اليوم نمر بمرحلة استثنائية في البلد، نسعى لإيجاد وتوفير الأمن الغذائي حتى لا يحدث فجوة بين الطلب والعرض. اللقاء على مدى يومين سيناقش جملة من الأعمال والأنشطة التي نفذتها الوزارة خلال المرحلة السابقة، وكذا ما واجهته من صعوبات وتحديات، بالإضافة إلى مناقشة تقرير 20 شهرا من الإنجاز وما سيتم تنفيذه خلال المرحلة القادمة في مختلف القضايا، واستعراض تقديمي مرئي للإدارة العامة التابعة للوزارة. اللقاء التشاوري لمدة يومين، والتي من خلالها نناقش بعض الإشكاليات التي يعاني منها المكتب، وكذلك التشبيك مع الوزارة من ناحية الأسماء التجارية والعلامات التجارية، وكذلك حماية المستهلك وكل ما يؤدي إلى الرقي بعمل المكتب داخل المحافظة. نأمل من هذا اللقاء أن يخرج بآليات لتطوير العمل في الوزارة وفروعها بالمحافظات، كما نأمل أن يتم الترابط والتشابك بين الوزارة وفروعها، كذلك من ناحية لتحسين العمل الإداري والميداني وخدمة المستهلكين والقطاع الأعمال. الخروج بتوصيات تنعكس على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن، بالإضافة إلى تبني الوزارة مشاريع تحديثية في منظومة العمل الإداري، كلها عوامل ستسهم بشكل كبير في تطوير الخدمات التجارية وتجاوز كل التحديات لتحقيق الاستقرار الغذائي. تخلل اللقاء تكريم وزير الصناعة والتجارة بدرع تقديري من قبل نائب الوزير وكوادر الوزارة، بالإضافة إلى تكريم لجنة تحديث إدارة العلامات. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن. أصيب 8 مدنيين استهدفتهم طائرة مسيرة للميليشيا الحوثية الإنقلابية في منطقة شمير بمديرية مقبلة غرب مدينة تاز. وأفادت مصادر محلية أن الميليشيا استهدفت سيارة مسافرين في طريقهم للمدينة، وأدى الحادث الإجرامي إلى إصابة 8 مواطنين، حالة بعضهم خطيرة، وتم نقلهم لتلقي العلاج. وأوضحت المصادر أن المصابين هم عبد الرحمن محمد يوسف 36 عام، ومحمد يوسف أحمد باقي 70 عام، وسالم حميد أحمد باقي 70 عاما، ودبوان قائد محمد علي 45 عاما، ومطيع فواز قائد محمد علي 13 عاما، وفواز قائد محمد علي 32 عاما، وسالم حامد سالم المجعشي 28 عاما، وخضري قائد محمد علي 22 عاما. من جانب آخر، تمكنت دفاعات الجيش الوطني من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية شمال محافظة مأرب. وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن دفاعات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الجبهة الشمالية الغربية للمحافظة. وكانت دفاعات الجيش تمكنت الجمعة من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية في الجبهة الجنوبية للمحافظة. نفذ فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نفذ نزولا مباشرا للأحياء الواقعة في مناطق التماس بمديرية صالة بمحافظة تعز، والتي شهدت حوادث عدة خلال الشهرين الماضيين، وكان آخرها بتر أطراف وتشويه لطفلتين نتيجة انفجار لغم، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق بوقائع وظروف الانتهاكات وتحديد المسؤولية. واستمع الفريق برئاسة عضو اللجنة إشراق المغطري لشهادات وإفادات عدد من السكان والضحايا في أحياء الدعوة وشعب الدبا والسائلة بمديرية صالة على أعمال القصف المدفعي والقنص، ومعاينة الإصابات والخسائر في صفوف المدنيين والتدمير الذي طال مئات المنازل وغيرها من المباني المدنية، ومنها مدرستي عمار بن ياسر وصلاح الدين، والآثار المترتبة على حصار المدنيين الذي سبب وضعا لا إنسانيا حرم فيه سكان المتبقون
ويزيد عددهم عن 1260 نسمة من الماء الصالح للشرب والغذاء، ونقص كبير في إمدادات الوقود والأدوية، وعجوف المنظمات الدولية والمحلية عن الوصول إلى السكان ومنحهم الغوث الإنساني. كما زار فريق اللجنة وعدد من الباحثين المستشفيات التي استقبلت ضحايا اليومين السابقين، والاستماع لعدد من الإفادات واستلام الكشوفات والتقارير الطبية الخاصة بالحالات. وشددت اللجنة الوطنية للتحقيق على ضرورة التقيد بالقواعد الواجبة تطبيق المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعية المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال الغوث الإنساني إلى تخفيف معاناة المدنيين في تلك المناطق وإيصال المساعدات، خاصة المواد الأساسية ومنها الماء والمواد الإغاثية والغاز. ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون مع نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن محمد رفيق والمشرف الميداني للمفوضية السامية بعدن معمر علوان المهام والأعمال التي تقوم بها المنظمة في مختلف الجوانب الإنسانية بالمحافظة. وتطرق أمين عام محلي عدن إلى مشاكل المهاجرين من دول القرن الأفريقي والجهود المبذولة من قبل الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع المفوضية في معالجة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم وتوفير الخدمات الإنسانية المختلفة، مؤكدا حرص السلطة المحلية بعدن من الاستفادة من تدخلات المفوضية لتشمل مجالات متعددة إلى جانب الدعم الطارئ الإنساني لتنفيذ المشاريع المستدامة للخدمات الضرورية لمواجهة الضغط المتزايد على المجتمعات المضيفة جراء استقبال النازحين المتضررين من الحرب. من جانبه ثمن نائب ممثل المفوضية السامية التسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية بعدن للمفوضية في تأدية مهامها الإنسانية، مبديا استعداد المفوضية السامية للاجئين مساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة أعباء المهاجرين والنازحين. تأهل منتخبنا الوطني للناشئين تحت سن 17 عاما للمرة الثالثة لنهائيات آسيا للناشئين بعد تصدره لمجموعته وحسم بطاقة التأهل للنهائيات بفوزه على بنغلاديش المضيفة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد بيرشيستا سيفاي محمد مصطفى في العاصمة البنغلاديشية دكا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت سن 17 2023. وسجل أهداف منتخبنا الوطني كل من أنور حسين في الدقيقة 24 من ضربة جزاء، ومحمد وهيب في الدقيقة 37، وعادل عباس في الدقيقة 45، والبديل محمد أمير في الدقيقة 78. وجاءت أهداف الفوز لصالح منتخبنا الذي سيطر على مجريات المباراة وحصد منتخبنا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد فوزه على بوتان ب8 أهداف نظيفة و6 أهداف على سنغافورة وفوزه على بنغلاديش برباعية، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر. نبارك لمنتخبنا الوطني. أما الآن فنبقى مع حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. We'll be right back.
عودة للعناوين والزميل غسان. عضو مجلس القيادة الرئاسي الجبيدي يلتقي وزير الدفاع ويشدد على رفع اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية. إصابة 8 مدنيين بهجوم طائرة مسيرة حوثية غرب تعز، ودفاعات الجيش تسقط مسيرة أخرى شمال محافظة مأرب. ومنتخبنا الوطني للناشئين يفوز برباعية نظيفة على منتخب بنغلاديش ويتأهل لنهائيات كأس آسيا 2023. أما في ختام النشرة فلكم أجمل التحايا وأطيب المنى من طاقم العمل جميعا، دمتم بألف خير، السلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.